هذا وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على أفراد قالت إنهم على صلة بميليشيا حزب الله اللبناني، المستهدفون عددهم 8 من بينهم لبنانيين وكويتيين وإيرانيين أيضا. وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنهم ساعدوا في تمويل الميليشيا، وكانت الوزارة قد عرضت قبل أيام مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن طلال حمية رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني.